وصف موظفو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا مجمع الشفاء الطبي المدمر في مدينة غزة بالمقبرة، حيث قال نائب رئيس مكتب أوتشا في الأراضي الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال إن منطقة مستشفى الشفاء صارت مقبرة، حيث لا تزال هناك جثامين موجودة بينما دمر المبنى بالكامل. نحن هنا في ما كان يعرف بمستشفى الشفاء في مدينة غزة. يجب أن تكون المستشفيات دائما أماكن محمية للشفاء، ومع ذلك فأنا أقف وسط الدمار الشامل. لقد أصبح مستشفى الشفاء مقبرة حرفيا، لا تزال هناك جثث في هذا الفناء، لقد دمرت المباني بالكامل.